تجي نقرب ليش هنا ليش راح هناك. طلاب اليوم المحاضرة مور كلينيكال اوكي. طبعا بعد ما شرحنا لكم انواع الكراون اند بريدجز والابوتمنت سيلكشن هاو تو سيلكت ذا تي، طبعا البريبريشن كله انتم مطالبين به طبعا المفروض، لانه هذه ما تاخذتوها بصف ثالث. How to prepare the teeth according to the type of crown and bridge that you want to use. For a completed preparation or during preparation, she need steps, like more clinical steps, اللي هي needed before impression taking. لأنه next lecture إن شاء الله راح تكون impression taking. فbefore نحتاج إلى dry field to نحتاج إلى isolation، نحتاج إلى soft tissue management. اللي هي المحاضرة تقريبا راح تكون عن السوفت تيشيو مانجمنت. اوكي مثل ما قلنا انه احنا خلصنا ستيب البريبريشن، وقبل ما ناخذ امبريشن شنو هي الستبس اللي هي احنا لازم نسويها بيفور ذات. فيرست اوف اول طبعا ويا شغلنا بشكل عام سواء كان كراون اند بريدج اندو اوبراتيف وات ايفر، احنا نحتاج الى الفلويد كنترول اند ايزوليشن. ليش؟ طبعا هذه الخطوه مهمه تعرفون انتم معظمكم، توبتين دراي اند كلين اوبريتنج فيلد، مور اكسس مور فيزيبيليتي للاوبريتنج فيلد. وبالاضافه الى ذلك اهم شيء انه بعض البروبرتيز اوف ماتيريالز ديتيريوريتد وذ ووتر. يعني مثلا اذا عندك سمنت وتريد تسوي سمنت لايننج يصير سيت اذا اكو سلايفا، تعرفون هذه الاشياء مرت عليكم بالسنين السابقه. وبالاضافه الى ذلك انه فور بروتكشن فور ذا بيشنت اند ذا اوبريتور، لان مرات يصير عندكم تستخدمون تحتاجون الى تستخدمون بعض الاكوستيك اسيدز، فلازم انت مسوي كومبليت ازوليشن لانه ممكن يسوي بيرن او الانهيليشن اوف سمثينج. حتى رغم ان هذه كلها لازم نسوي ايزوليشن مثل ما مر عليكم الايزوليشن بيفور. طبعا هاي قبل ما نعرف شنو هي الستبس فور ايزوليشن اللي انتم اكيد تعرفوها، لكن احنا بشكل عام قسم من الفاكتورز هي ريليتد تو ذا بيشنت، وخاصه مور كومفورت فور ذا بيشنت، بروتكت فروم سوالوينج اور اسبيريتنج فورين بوديز، هاي هسه حكيناها. وقسم لها علاقه بالاوبريتور اللي هي اهم شيء تحمينا هي الانفكشن كنترول اوكي والكروس كونتامينيشن. يعني شنو كروس كونتامينيشن؟ يعني اكون ناني نفسي سورس، يعني مثلا بيشنت عند بعض الترانسميشن ديزيزز، فاكون اني سورس لنقل هذا الديزيز فروم وان بيشنت الى انذر بيشنت، هذا اللي احنا نقصد فيه بالكروس انفكشن. بالاضافه الى امبروف ذا فيزيبيليتي فور ذا دنتست، يعني هذه الفاكتورز ريليتد تو ذا دنتست، مور بيتر فيل دراي فيل، وايضا انفكشن كنترول، وهذه مثل ما قلنا للبيشنت وللتكنيكس والتاسك اللي هي بينج بيرفورمد، اللي هي اهم شيء هي السكسس اوف اديجن اند فيزيكال بروبرتيز اوف ذا ماتيريالز اللي تكون بيتر بالدراي فيل. اوكي واضحه هذه الامور. شنو هي الستبس؟ قسم منها او اكيد معظمها مر عليكم هي استخدام ذا بيست فور كنترول اللي هي الرابر دام. استخدمتوها الرابر دام العام؟ لو ما استخدمتوها حتى لو ما استخدمتوها ما تتخرجون وتروحون ان شاء الله على المراكز الصحيه، حاول سوي تريننج على الرابر دام. الرابر دام خصوصا من يكون عندك اندو اند كراون اند بريدج، لا الكراون اند بريدج يعني اذا كان عندك سوبرا جنجايفال فينيشينج لاين فيري ايزلي تو ورك وذ ذات، لكن اكثر شيء بالاوبراتيف وموست بروبابلي فور ذا اندو بس طبعا هذه ما تقدر تستخدمها اذا ما يكون عندك بروبر ايجكتور سيستم، لان البيشنت ما راح يتحرك، راح يضل فاتح حلقه وانت السلايفا ايجكتور هو الموجود حتى من تريد تسوي ووش اند دراي. طبعا الرابر دام هنا مو بس راح يسوي ايزوليشن وانما ايضا يساعد بالريتراكشن soft tissue retraction، اذا هي راح تكون واحده من الميثودز فور تيشيو مانجمنت. اوكي فاذا موست افكتيف ميثود تكون مثل ما قلنا اذا كان عندك سوبر جنجايفال فينيشينج لاين، ممكن تفيدنا من نقدر نسوي ايزوليشن فور مور ذان وان تو، وفي نفس الوقت تسوي لنا ريتراكشن فور ذا سوفت تيشيوز. الكوتر رول كنا موست بروبلي يوز ات، نخليها بالميكوبكال فولد او نخليها بالسب لينجوال اريا. وطبعا اكو هواي ديزاينات جديده مثل الهورس شو شيب اللي هي تجي على وان ارت. اوكي هنا انا هذه كوتن رول هولدر اللي اذا مر عليكم موجوده هذه كلها، انه هذه تساعدك بشغلتين، هم تسوي دراينس وهم تسوي تشور تراكشن، يعني راح تكيب ذا تشيك اواي كيب ذا تانج اواي،
فراح تكون ايضا وفي نفس الوقت enhance the visibility. هذه كلها ميكانيكال ميثود اوكي، لانه راح نجي على الكيميكال ميثود، بس قبلها احنا راح نحكي عن ميكانيكال اللي هي تشمل مثل ما قلنا فيرستلي رابر دام، سكندلي كوترول، ثيردلي كوترول هولدر، اند فورثلي اللي هو الابزوربنج كارد. الابزوربنج كارد هي من تكون بريست بيبر وفر اوكي، تكون بيها فد ريفلكتيف فويل اون وان سايد، نخلي من جهه الشيك ومن هذه الجهه راح تكون الكوتون اللي هو بريست اوكي. فهذه ايضا تساعدنا مثل ما قلنا هم تعطينا دراينس وهم تعطينا ريتراكشن عافيه. لكن هذه صعوبه نستخدمها من في حاله المانديبولر فيستيبول اوكي، فبس من يكون من يعني من جهه اللنجوال صعب انه نستخدمها، لكن من جهه التشيك يكون مور ايزيلي. من يكون عندك التونج بروبلم بهالحاله تقدر اذا تريد تستخدم هذه الابزوربنج كارد تخلي وياها سلايفا اجكتر، فالسلايفا اجكتر هم راح يسحب السلايفا وهم راح يسوي تونج ريتراكشن، لانه هذه من الصعبه انه صعب انه تكون مور ستيبل باللنجوال سايد. اما اذا صعبت عليك الامور وما قدرت فاكو تسمى ب طبعا هاي السلايفا ايفاكويترز، واكو الفلانش تايب ايفاكويتر اللي هو يكون مثل الفلانش ب مالتي سايزز يعني حسب البيشنت اوكي حسب الارش سايز، فهذه تكون تنحط بهذه الجهه، لكن هذه طبعا هي ميتال فتحتاج من يسوي تاتش ويا الاليفيولار ريج ممكن يسوي لنا تروما. فبهالحاله ايش راح نحط احنا بين الريج وبين الفلانج؟ راح نخلي كوترول اوكي، وراح نسوي لنا ايزوليشن او ريتراكشن فور ذا تام. بشكل عام تقدر تستخدمها، واذا ما تريد تستخدمها فهي سلايفا ايجكتر تلويها بطريقه، تلويها سويها يوتيوب وبعدين تعوجها بطريقه تقدر تسوي بيها ريتراكشن للتام، راح تكون 2 ان 1 بدل مليش، لانه هذا الفلانج هذا بس راح يسوي لك التانك ريتراكشن، لكن بقت عندك مشكله اللي هي سلايفا اوكي، فلازم تخلي بعد انذر ثينج زين يعني، ومرات السمول اوبننج ما تسمح لك بانه تخلي مالتي ثينجز ان وان تايم. فبالحاله هذه احنا بس نعطيكم انه فكره انه هي موجوده، وبالتالي انت راح تستخدم الطريقه اللي هي مور ايزي فور يو افوردبل اند ايزي تو يوز. هنا هذه كلها اللي حكينا عنها الميكانيكال ميثود فور ريتراكشن، هسه راح نيجي نتكلم عن الكيميكال ميثود فور ريتراكشن اللي هي ذا بيست ثينج هو الانستيزيا. الانستيزيا متقلل لك الديسكومفور يعني يسوي بين كنترول اوكي، وفي نفس الوقت يسوي سلايفا كنترول. شلون؟ لانه هي خصوصا ديورينج امبريشن، ليش؟ لانه هي راح تسوي بلوكينج للنيرف امبلسز بالبريودنتال ليجمنت، وبالتالي يسوي ريجوليشن فور ذا بلاد فلو. فإذا مرات تضطر أنه أنت ما تحتاج مثلاً تطي بلوك، لكن أكو عندك هيفي سلايفا، سويت كراون بريبريشن والسلايفا عندك بليدينج هيفيلي بليدينج، فبالحالة شو تسوي؟ تسوي لوكال انجكشن أوف أنستيزيا داير مدار التوب on the soft tissue، تساعد أنه رأساً يصير هيموستاسيس ورأساً يتوقف البليدينج. فإذا همين قللت لك ديسكومفورت إذا تريد تخلي بعدين تمبوراري كراون، إذا تريد تستخدم مور تراكشن اوكي ريتراكشن كورد او غيرها، فراح يصير هم بين وهم راح يصير بليدنج. فش تسوي؟ فيو دروبس اوف انستيزيا اراوند ذا جينجيفا حتى هم يوقف لك البليدنج وهم يسوي لك بين كنترول. ومرات تحتاج الى ميديكيشنز، مرات مثلا يجي بيشنت هيفي ساليفيشن ما تقدر نهائيا تشتغل، فبهالحاله تعطي بعض الدراجز اللي هي تقلل هم تقلل الديسكومفورت وهم تقلل السالفري سيكريشنز مينلي اتروبين. هواية دنتست لازم يحطون الاتروبين بالفريج مالتهم لانه تحتاجها انت او تحتاج الى اي برودكت من هذه البرودكتس الموجوده، لكن هي الاتروبين موست كومنلي يوزد. لكن انت حر تستخدم اي ميديكيشن. هذه الدراجز شو تسوي؟ تسوي انهبيشن فور ذا باراسمباثيتيك انرفيشن، وبالتالي تقلل السيكريشن. لا تتصورها هي بس محاضرات، لازم بس كلينيكالي راح تمر عليك حالات نهائيا عندك اندو نهائيا ما تقدر تشتغل سلايفا يعني بالثواني، ومرات يكون كل شيء ميوكس سكريشن ما تقدر تشتغل اصلا. ستيك تو ذا انسترومنت ستيك تو ايفريثينج. فبالحاله تستخدم هذه الميديكيشنز اللي هي تقلل السالفري سكريشنز، لكن معظمها تستخدم مثلا هذه الاتروبين بيفور تريتمنت، يعني اقلها تؤخذ 1 اور before treatments okay.
طبعا هذه هم بيها سايد افكتس. هذه الدراجز اللي حكينا عنها تسوي ممكن تسوي دراي ماوث اوكي، وممكن ايضا يكون سبيشال كوشن من يكون عندك اولدر ادلت اور بيشنتس وذ هارت ديزيز اور جلوكوما، لانه تنتهي ببيرمننت بلايندنس. فيكون تيك كير، اهم شيء تاخذ الميديكال هيستوري قبل ما تعطي اي ميديكيشن لاي بيشنت حتى لو انستيزيا اوكي، لان اكو انواع من الانستيزيا وذاوت ادرينالين، هاي ماخذيها انتو اكيد بالميديسن. فيكون ليش مهمه عندك الكيس هيستوري حتى لو كان كراون اند بريدج او حتى لو كان سمبل اوبراتيف تريتمنت. اكو بيشنتس يتخربطون او حتى يموتون اذا اعطيت فالدواء هو عنده هايبرتنشن وانطيته دواء زيد الهايبرتنشن ووقفت كنترول يونت، فتكون مؤثره على لايف ثريتنج فور ذا بيشنت. فهسه ايضا اكو بعض انذر دراجز اللي هي هذه نوع من الدراجز اللي هي الانتي هايبرتنسيف، تستخدم يعني فور ذا تريتمنت اوف هايبرتنشن، لكن هي ما بيها سايد افكتس اوف بريفيوس دراجز. هم تسوي ريدكشن فور ذا سالفري اوتبوت، لكن الكوشن يكون عندك اصلا هو هايبرتنشن هايبرتنسيف وياخذ ميديكيشنز، فهنا يصير كوشن سبيشال كوشنز شود بي تيكن. قبل ما نتكلم عن جينجايفال ريتراكشن، هسه احنا اتكلمنا انه how to do isolation and dry field for the patient، تقلل الكمفورت اوكي، وتكون protection for the patient from the caustic material، for the operator more visibility by retraction of tissues decrease salivary secretion، وقلنا ايضا for the material حتى تكون better properties of the material. شنو هي الميثودز اللي استخدمناها؟ نقسمها الى قسمين. firstly شنو هي الايزوليشن؟ هسه دا اسوي سمري ميكانيكال كيميكال، حتى اللي كان طالع برام اوكي. فالميكانيكال هي تشمل شنو؟ رابر دام، كنترول رول، ابزوربينج كارد او سلايفا ايجكتر، هذه كلها ميكانيكال واي. والكيميكال اللي هي ميلي، خلي يجاوب شو اسمك انت؟ سبطين ما هو هذا الاسم سبطين ما لطيف. اي سبطين اي شنو شنو السوا شنو هي الكيميكال ميثودز اللي نستخدمها في الايزوليشن او في سالفاري سيكريشن؟ سهل لك ياها هي وصلنا. اول شيء تستخدمه قبل ما تشتغل شنو؟ الأنستيزي. ليش بتروح تجيب قهوة إلي وإلك أحسن؟ الأنستيزي وذات الأدرينالين. لا مو وذات الأدرينالين، الأنستيزي بشكل عام تقلل الديسكومفورت وتقلل السالفاري سكريشن، وبعض الدراجز اللي هي تقلل السالفاري سكريشن. أوكي ركز ويانا. ماشي. اسمك صعب ما يخالف خبنا بس ركز ويانا. هسه رح نجي على خطوة ثانية مهمة. لا تتخيلون انتم ما راح تحتاجوها او ما راح تسووها، لانه بشكل عام احنا كل الكيسات اللي تجينا او معظم الكيسات اللي تجينا هي سب جنجايفا فينيشينج لاين، مع انه تقدر انت تسوي سوبر جنجايفا فينيشينج لاين يعني ريرلي، حتى كان انه نوت انديكيتد فور بوستيريور تيث فور كلينزينج، حتى يقدر البيشنت حتى البيشنت ما يقبلها كاستاتيك بالبوستيريور. فانت كل شغلك راح يكون سب جنجايفا، ما راح يكون شغلك سب جنجايفا، راح تيجي على مشكله الامبريشن اوكي. ومو بس الامبريشن، مرات يكون الجنجايفال تيشيو كلش يكون انفليمد، او يكون عندك اصلا عندك مشكله هنا بهذه المنطقه، فتحتاج انت عندك فالتريتمنت موداليتيز للجنجايفال تيشيو وبالاضافه الى الامبريشن تيكينج. فاذا صارت عندنا مشكلتين، اول مشكله انه احنا نسوي ريتراكشن للتيشيو حتى ناخذ proper impression حتى يطلع لي finishing line، لأنه على هذا الوضع عندك sub gingival finishing line، جيت تأخذ طبعة اعتيادية ما يطلع لك بالطبعة finishing line، وبالتالي راح أبو المختبر راح هو يسوي ديتشينج بالكاست، وهو راح يكون في الإيماجينري finishing line. فالفينيشينج line إذا ما كان fit على restoration وصار أكو space عنده، فمعناه failure، وهذا أسوأ أنواع الفيلير. ليش؟ لأنه هنا راح يصير منطقة open space، راح يصير بكتيريال فود دبرس والى غير ذلك، وممكن ينتهي عندك الكرام صدقني بست شهور. ست شهور يجي البيشنت اقل من سنه رايح بعد كيرياس ينشر اصلا الكرام والكرام ويا
توث ستراكشر. فهذه النقطة لازم تاخذ امبريشن مضبوطة، لازم المارجنز تجي فيت. اوكي، فنرجع احنا اول شيء لازم نفهم المورفولوجي مال تشيو حتى قبل من نشوف شنو هي الستبس اللي احنا لازم نسويها. طبعا الجينجيفال ريتراكشن اللي هي شنو هي؟ هي سحب الجينجيفا اواي فروم ذا مارجنز. اوكي، فعندنا يا جزء من الجينجيفال تشيو نقدر نسحبه، الجزء اللي يكون فري اكيد هسه بالبريو كنتوا تتحكون عن الجنكشنال ايبيثيليا، اوكي، وعن هذا الفري اللي هو الجينجيفال سركس اللي هو مثل الفي شيب بليس. اوكي، فيكون هذا الفري بارت اوف ذا جينجيفا، الفينشينج لاين مالتك راح يكون تقريبا هنا. اوكي، فانت ايش راح تسوي؟ تحتاج الى تسوي ريتراكشن لهذا الجزء حتى تاخذ امبريشن. هذه الفكره وملخصها. فاذا هي الجينجيفال ريتراكشن هي تمبوراري، اهم شيء يكون تمبوراري، يعني راح نخلي مواد تشتغل لمده اقل من ساعه، سوي لنا ريتراكشن بس حتى ناخذ امبريشن، وراها يرجع نورمال هيلثي بيريودونشيوم. يعني احنا مو شغلنا انه احنا نسوي تروما للجينجيفال تشو، فيكون تمبوراري اكسبوجر فور ذا جينجيفال فينيشينج لاين. وقلنا انه معظم الفينيشينج لاين اركز عليه، معظم الفينيشينج لاين راح تشتغله بالعياده وسب جينجيفال، لانه اذا كان سوبرا ما تحتاج هذه التكنيك. بس ملخص الكلام، ما حبيكم راح يسوي سوبرا جينجيفال فينيشينج لاين او ايفن وذ ليفل اوف ذا جينجيفال. في معظم الكيسات انت تحتاج الريتراكشن، فركز وياي شلون راح تسوي الريتراكشن. اذا هو سبيس لاترالي، هذا البي شيب بليس زين، يعني بين ذا جينجيفال مارجن اند ذا جينجيفال تيرمينيشن. هذا جينجيفال تيرمينيشن it facilitates the penetration of the impression material for good details of the margin of the preparation. هنا انا مور ديتيل، خلينا نشوف هذا الجزء. طبعا هذا الالفيولار بون، وهذا هو الجينجيفال تيشيو. هنا انا الفري بارت هذا اللي احنا راح نشتغل عليه، هذا تو ستراكشر اللي هو احتمال المارجن مالتك تكون هنا. اوكي، فهذا الفري بارت اللي نسميه بالجينجيفال سالكاس. الجينجيفال سالكاس شالو جروف، هذا شالو جروف في شيب باوندد باي ذا توث فروم وان سايد، ومن الاذر سايد باوندد باي ذا ايبيثيليال lining of the free margin of the gingiva. هذه هي epithelial lining of the free part of the gingiva. هذا هو free part of the gingiva. اوكي، هنا وراها شو يصير عندك؟ يصير عندك epithelial attachment. اوكي، ووراها يصير عندك connective tissue. هذه layers كلها تقريبا it should be 3 millimeter for healthy periodontium. يعني مفروض for healthy periodontium تكون المسافة من المارجن اللي هي مفروض طبعا هي تكون with the level of the gingiva أو سوبرا جينجيفال، بس مثل ما قلنا انه هذا ما راح يصير عندنا، مفروض المسافة تنحسب كبيولوجيكال ديبث. البيولوجيكال ديبث طبعا 2 ملي مثل ما قلنا، اللي هو الابيثيليال اتاتشمنت والكونكتيف تيشو والفري بارت اوف ذا جينجيفا اللي هو راح يكون بالمارجنز مالتنا. فاذا مثل ما قلنا انه يكون مينيمم 3 مليمتر سبيس بين ذا ريستوريشن مارجن اند الفيولار بون، لكن طبعا هذا for adequate healing for healthy periodontium. لكن ما يمنع اذا كان عندي 2.04، يعني معناه انه الفينيشينج لاين مالتك يكون هنا يكون even adequate and acceptable. يعني شنو شغلنا؟ انه احنا المفروض ملخص الكلام، المفروض المسافه تكون من الاند اوف يور ريستوريشن تو ذا الفيولار بون 3 مليمتر، تشمل هذه المسافه الفري جينجيفال سالكاس، اوكي، والجنكشنال ابيثيليوم والكونكتيف تيشو، اوكي، حتى يكون هيلثي بيريدونشيوم. لكن من يكون عندك سب جينجيفال فينيشينج لاين، يعني فينيشينج لاين مالتك راح يكون هنا، فعندك هذا البارت راح يكون لازم نسوي ريتراكشن حتى نقدر نطلع الديتيلز بالامبريشن لهذا الجزء. واضح؟ هذا كلش ملخص الكلام اللي دا احكي اني. فاذا this allow for adequate biological width اللي هو ايش قد 2.4، إذا حصلنا 2.04 مليمتر from margins from the alveolar crest، هذا معناه إنه إحنا أوكي نقدر نحصل على healthy periodontium، ويكون the finishing line مالتنا depth مالته 0.5 مليمتر هنا، أنا أوكي نوصل مسافة بالسلكاس. ليش؟ شنو الفائدة؟ طبعًا هذه ممكن تجيكم أسئلة وMCQ. Why we should preserve this one، أو شنو العلاقة بين المارجن وبين الهيلث أوف بيريودونشيوم؟ فهنا إنه اللوكيشن أوف ذا فينيشينج لاين، أوكي، كلش مهم. الإمبريشن
لازم تكون ايضا مضبوطه. ريتراكشن يكون مضبوط. مرات صراحه اشوفكم بالنكست سلايد شلون راح من يكون الجنجيفال تشي هو يكون not good enough. احنا راح نسوي له في التريتمنت موداليتي مثل not gingivectomy بصراحه, لكن تريتمنت موداليتيز يسويها انت من يسوي كراون اند بريدج, من يسوي بريبريشن حتى تسوي كوركشن للجنجيفال تشيو. اوكي, لانه مو كل حالات راح تجيكم هيلثي جنجيفا, راح تجيكم حالات تحتاجون الى فد تريتمنت موداليتيز. شنو الموداليتيز هذه اللي راح نحكيها بالنكست سلايدز, لكن how to preserve شلون نحافظ على الانتجريتي مالتها, انه نضمن انه اللوكيشن اول شيء لوكيشن يكون مضبوط, ما يكون كلش ديب سب جنجيفال, فيتنس اوف ذا كراون هذا يعتمد على جود امبريشن, والفينش اوف ذا ريستوريشن مارجن هذا اللي قلت لكم عليه. احنا ليش نسوي ريتراكشن؟ حتى نطلع الفينشينج لاين, حتى تكون جود امبريشن, حتى يجينا الكراون مضبوط يقعد على المارجن, نحصل على فيت اند فينش. والفينش شنو يعني؟ معناه السموثنس. هذا شغل التكنيشن, يعني حتى اذا تحتاج الى كوركشن محتاجين تاخذ من الكراون نهائيا تخلي رف سيرفيس نهائيا, يعني هذا كل شيء يكون ايزلي فور ذا اجريجيشن اوف بكتيريا, وهو يسوي كون سورس. فبالحاله يسوي له بولشينج, يسوي له سموثنينج, تنقمه باي طريقه. اكو بيرات تنعيم كثيره نفس البيرات اللي تستخدمها انت بالكومبوزيت. هذه كلها كريتيكال فاكتورز فور ذا مينتيننس اوف جود بيريودنتال هيلث. Huge consideration and care should be performed during isolation, retraction and tooth preparation. Leash to the biological width, هذا اللي تكلمنا عليه, to ensure healthy standards and maintenance of normal value of periodontium. الobjective هذه هسه مجرد انه دا اسوي repeatance, انه حتى يكون عندي access for the impression material to the area of the preparation that located subgingivally. إذا شو وقت تحتاج الريتراكشن كورد؟ نحتاجه من يكون عندي سب جنجيفال فينيشينج لاين. السؤال إذا كان سوبر جنجيفال فينيشينج لاين يحتاج ريتراكشن كورد, شو هو؟ سطين؟ لا. زين شو نسوي ريتراكشن؟ هسه راح نجي نشرح شلون نسوي. سوى شيء نقول ليش نسوي وبأي حالة وليش السيغنفكنس مالته. زين تقدر تقول لي شنو السيغنفكنس فور ذا ريتراكشن كورد؟ أو جنجيفال ريتراكشن؟ الأوبجيكتيف مالته؟ شنو السيغنفكنس؟ شنو الأهمية من الفرق؟ نقول إنه قاعد يقرأ الموضوع. إيه أوكي. يعني شو نسميها هذه؟ أول شيء شوف هي هذه قدامك السلايد كان مجرد بس تطلع على السلايد يغششك إنه هو أهم شيء access for the impression material. هذا الغرض مع retraction core. بعدين ليش access for impression material؟ حتى تكون ال details more good enough. وبعدين راح يكون عندك ال من تكون الديتيلز موجودة enough الكراون راح يكون fit. ويعني أهم شيء حتى يكون access للimpression material. هذا الغرض من الريتراكشن كورد, مجرد رجع الجنجيفال تشو temporarily حتى نقدر ناخذ impression مضبوطة تطلع لي margins اللي هي تأثر بعدين عن الفيتس. حاولوا دائما تفهمون الأشياء من تقرون مو بس تدرون. يعني مثلا أنا ليش بدي أستخدم الريتراكشن كورد؟ اوكي, باكر اربع واحد منكم يكمل الجامعات برا, يعني اذا نجحت هنا هناك ما تنجح الاسئله كلش كريتيكال. يعني لازم تكون فاهم هذا شنو ليش. ما يصير تقول مثلا ليش نسوي ريتراكشن كورد على مود فيتنس, لا لازم تقول على مود اكسس فور ذا امبريشن. ومن يصير عندي اكسس اوف ذا امبريشن ماتيريال راح تطلع عندي جود ديتيل فور ذا كاست, بعدين راح يصير عندي جود فينيشينج لاين, يعني ادابتيشن تو ذا فينيشينج لاين او جود مارجنز اوكي فور ذا ريستوريشن. هسه الطرق اللي سألها زميلكم شو راح نسوي الريتراكشن. الريتراكشن تكنيك ممكن يكون ميكانيكال, يعني ما بي اي ماتيريال, ما بي اي كيميكلز, اللي هي اما تستخدم لها البلين ريتراكشن كورد خير تخلي, ممكن يكون بلين. اذا كان بلين راح نعتبره ميكانيكال ميثود, راح نسوي له انسرشن. هسه راح اشوفكم شو راح اسوي له انسرشن اراوند تو ستراكشر بين بهذا الفري السيركس الفري سبيس اوف ذا جنجيفا. راح ادفعه في اي شيء يندفع pressed between the two structure and the gingiva, هذا اسميه ميكانيكال بدون ماتيريال بدون اي شيء, هذا اسميه ميكانيكال. فاذا اول شيء بلين يعني ما بي اي ميديكيشن, وممكن تستخدم الكراون, ممكن تستخدم الكراون. مرات الدنتست يسوي توث بريبريشن بس بعده ما مكمل
مثلا multiple teeth واكو necessary، فشي يسوي؟ يجيب temporary count اللي هي تكون مرات جاهزة ويضغطها pressed inside، فهذه راح تظل خصوصا اذا طبعا مو فترة طويلة، يعني هذا راح اسوي له، هي راح اسوي له inflammation، فرح هي راح تشتغل retraction cord. من يجي بالنكست فيزيت اللي هي المفروض تكون يعني within few days حتى يكمل شغله، راح يشير التمبوراري كراون، راح يشوف الريتراكشن او ذا جينجيفا اوريدي هابند، فالمارجنز كلها واضحه بالنسبه له. فاذا اول شيء ريتراكشن كورد، بلين ريتراكشن كورد، ثاني شيء ريتراكشن كراون، الكابر باند اللي تستخدموه بالفيلنج من يكون عندك هيفي ريستوريشنز كومباوند كافيتيز، مو تستخدم لها كابر رينج، ممكن تستخدم نفس الكابر رينج بس تدفعه، طبعا شوي تسوي ديسكومفورت وتقدر تعطي انستيزيا لوكالي لانه كلش يكون ديسكومفورت للبيشنت، وممكن ايفن تستخدم الماتريكس والويجز وحتى الرابر دام. هذه الميثودز المستخدمه، لكن هي اكثر طريقه مستخدمه هي الريتراكشن كورد. الكيمو ميكانيكال، هنا انا راح يصير عندي هم كيميكال وهم ميكانيكال، اهم شيء يكون امبريجنيتد ريتراكشن كورد، طبعا هذا الافضل انه تستخدمه على البلين، لان هنا راح يصير عندك دبل اكشن، هم انت خالق retraction cord وهم عندك medicaments تقلل الهيموستاسيس وتساعد بالشرينكج اوف جينجيفا، بس هذا بالريتراكشن، فالمفضل انه تستخدمها الامبريجنيتد وان اللي بيه مجموعه من هذه المواد الموجوده، الالمنيوم سلفيت، الابنفرين، فريك سلفيت، هذه المواد اللي تكون بيها وتبر ذا ماتيريال، انه انت تاخذها تقرا طبعا، ولازم تعرف انه كل وحده شنو فائدتها عن اللغ، حتى تكون اذا تكون مور فاميليار حتى يستيك الى نوع واحد ترتاح تشتغل بكل الحالات، واذا اشتريته انت راح اشوفه كيس شلون راح يكون شكله، تخليه من تاخذ امبريشن تستخدم اي نوع، المهم انه نستيك تو وان تايب. فاذا هسه قلنا اما ميكانيكال او كيمو ميكانيكال اللي هو امبريجنيتد، او احيانا يكون تستخدم ديسبليسمنت بوليمر بيست اللي هي الكوردلس تكنيك، هسه هذه هاي يكون حديثه الطريقه وتكون بعد احسن، يعني راح نشوف شلون التكنيك بالانسرشن اوف ذا كورد، وهذه راح تكون مور ايزير، بس مجرد ماتيريال بيست انجكتد انسايد ذا سلكس وانتهى الموضوع، تتركها 10 دقائق ويصير عندك ريتراكشن. والطريقه اللي هي المور كومبليكيتد اللي هي الراديكال او السيرجيكال مينز تكنيك، باستخدام الكتروسيرجيكال هسه صار قل استخدامه بالعالم، وحتى اذا تدخلون على محاضرات باليوتيوب تشوفون كل المحاضرات يعني ما سبعينات، بس لازم اللي يكون انترستد بالكتروسيرجري يشوف هذه التقنيات اللي يستخدموها طبعا اهمينه بالسيرجري بشكل عام، والليزر اللي هو هسه سمبليفايد وايزي انه يستخدم، فبالحاله هم راح يسوي كوركشن للجنجيفا وهم راح يسوي ريتراكشن في نفس الوقت. يعني هذه المينز انتبهوا عليه طلاب، هذه المينز اللي هي ميكانيكال او استخدام الريتراكشن كور، هذه اعتياديه كنا نستخدمها في حاله طبيعيه، عندك صارت جنجيفا تنشن خليت الريتراكشن كور واخذت امبريشن، هذه الطريقه ما تعتبر كسمبل واي فور ريتراكشن، هذه اللي يكون عندك كومبليكيتد جنجيفا اوكي وتريد تسوي كوركشن، يعني ابيثيل لاين كلها راح اشيل سوي كيورتاج اوكي، فبهي الحاله طبعا هي مو جنجيفكتوم، فرق بين الجنجيفكتوم هي يعني عندك تيشو ان اكسبتبل جنجيفال تيشو راح اسوي له انت كوركشن بس مو جنجيفكتوم اوكي، لتفهمون فانت راح تشتغل، وهذه هم تبغايا راح تمر عليكم خصوصا من يكون عندك بوست كراون، ويكون دائما بالبوست كراون الروت نازل والجنجيفا تيشو كلش هيفي، فبالحالة تحتاج إذا تسوي كوركشن للجنجيفا تيشو، إذا أنت فاميليار ويا السيرجري تجيب بلايد وتقصها وتسوي جنجيفكتومي وتخلص منه، إذا أنت تكون مرات يكون أقل من هذا الوضع ما يحتاج إلى جنجيفكتومي وإنه تشيل، أكيد أنتوا تاخذون محاضرات عن الجنجيفكتومي هاو ماتش ذا تيشو شود بي ريموفد، هذا لا أقل، هذا اقل بس مجرد الجنجيفال تيشو انترفير وذ مارجنز، احنا عندنا اهم شيء احنا باو عليه الكراون اند بريدج على المارجنز مالتنا، ما لنا علاقه في باقي الامور اوكي، واذا انت تكون نوت فاميليار وذ ذات وعندك زميل بيريودونتست او جراح يسوي لك اياها هو وتجي انت راسا مباشره تاخذ الامبريشن مالتك.
هسه راح نتكلم عن الميكانيكال، مجرد انه ميكانيكال بريشر راح اجيب الكورد اللي هو طبعا موست بروبلي تو بي يوزد اللي هو الريتراكشن كورد. مثل ما قلنا نجيب الريتراكشن كورد، طبعا هنا انه هو يحكي انه ممكن نستخدم مثل ما قلنا تمبوراري كراون وذ لونج مارجن ليفت فور 24 اورز، وممكن نستخدم رابر كلامب للرابر دام والبلين ريتراكشن كورد اللي هو اهم شيء بين قوسين فري اوف ميديكمنت. فاذا من يكون فري اوف ميديكمنت يكون ميكانيكال، من خليته ميديكمنت صار كيمو ميكانيكال. الريتراكشن كورد اللي هو موست وايدلي يوزد، كنا مستخدميه احنا بالدراسات، كنا ما نقدر نستغني عنه، اللي هو مور افكتيف ميثود فور جنجيفا ريتراكشن. سبيشال كورد ميد اوف كوتون، اما يكون وذ اور وذاوت ميديكمنت اللي هي فازو كونستراكتور. اوكي، وحتى شلون فازو كونستراكتور از يوزد تو اوبتين ميكانيكال جنجيفا ريتراكشن كورد without either. فاذا هذه مجرد اعاده. هسه راح نجي نشوف انواع الكورد. طبعا الكورد من تروح تشتري اكو انواع حسب الكونفيجوريشن، طبعا بشكل عام اكو قلنا هذا اما يكون بلين او امبرنيتد، هذه قلناها. اما اشكاله فيكون يا اما twisted يعني مبروم، او knitted اللي هو most widely used اوكي يعني محيوك حياكه، او braided اللي هو المضفور. اوكي، فهذه النوعين اللي هو التويستد والبريدد ليس كوملي يوز. ليش؟ لانه difficult in packing. اوكي، هذا اللي يكون نيتد مور ايزلي باكابل. اوكي، فبالنهايه اذا ما صار بي جود باكينج ما راح يسوي جود ديسبليسمنت، عرفت شلون؟ فتخليه انت وبعد فتره تجي تشوف الجنجابل تشو بعد ما صار بي ريتراكشن لانه ما كان ايزلي باكابل، بينما النيتد هو موست widely used. ليش؟ لأنه be more inter thread space، فبالحالة راح يندفع أكثر inside the space، وهذا يؤدي إلى أنه easy to pack below the gingival margin، وأيضا stay مرات تخلي ويطفر يطلع. أوكي، فهذا لأن be more spaces فراح هم يكون more easy compressed وهم stay in its place، ما يطلع بعد ما أنت سوي له packing. أوكي، وبالنهاية يصير عندي better tissue displacement. السايزات طبعا حسب انت السبيس اللي عندك. طبعا اعتيادي الجنجيفال sulcus او free part of the gingiva بالانتيرير teeth يختلف عن posterior teeth، يختلف عن bicuspid. فاذا انت من تجي تخلي الجنجيفال كورد تخلي حسب السبيس اللي عندك، ما يصير تستخدم وايد تخلي منطقة ضيقة، بل على انت تسوي tissue trauma. فاذا الستاندرايزيشن اللي ماشيه انه حسب الالوان، مثلا هنا اذا كان 3-0 اوكي بلاك، هذا راح يكون يعني فيري ثين. عندك الاصفر اليلو اللي هو يكون 2-0، هذه نستخدمها اكثر شيء بالانتيرير تيث، من يكون عندك مينيمال كريفيكولار سبيس، او يكون برايمري كورد فور دبل كورد تكنيك. هسه راح نتكلم عن الدبل كورد تكنيك. مرات يكون عندك الجنجيفال سالكاس دي فتحتاج تخلي اكثر من كورد، فبالحاله من تحتاج دبل كورد ايش تختار؟ تختار حتى لو كان عندك بوستيريور توث تستخدم الدبل زيرو او تريبل زيرو تخليه كبرايمري، وهذا راح يظل طبعا من تخليه باكينج انسايد، هذا يظل حتى بعد الامبريشن، وتخلي فوقه السايز الثاني. السايز الثاني راح نشيله وناخذ الطبعه، بس السايز الاول راح يظل موجود ان اتس بليس، راح نحكي عنها، نسميها الدبل كورد تكنيك. لكن هسه المهم انه تعرفون انه من تاخذ يا اما كلر كودد انه تروح انه تعرف انت هذا كلر، او تباع على الارقام، عندك 3-0، عندك دبل 0، عندك 1-0 اللي هو البيربل، عندك 1 طبعا هذه تستخدم بالبايكاسبيك، الزيرو تقدر تستخدمه كبرايمري كورد برايمري كورد، لا بينما ال1 تستخدمه از سكندري. اوكي، راح يكون ثقه. وعندك ايضا السايزز، بيج سايزز اللي هي جرين وافتر جرين، اكو ريد ما موجود بالصوره، هذه راح تكون سايزز فور مولرز اما يكون عندي مور سبيس، او ممكن تستخدمها بالدبل او سكندري كورد من تخلي تحتاج الى دبل كورد. اوكي، بعض التكست بوك تاخذ غير قياسات غير هاي الالوان، سمول ميديوم لارج، احنا اهم شيء نباوع على الارقام، تربل دبل زيرو هذا سمول سايز، يكون عندك سمول انتر كريفيكولار سبيس، او يكون عندك سنجل، او من يكون عندك بالدبل
كور تكنيك ذا فيرست وان، واللارج سايزز نستخدمها بالمولرز او نستخدمها كسلندر كورد. الكورد باكينج انسترومنتس، طبعا الانسترومنتس هنا أنا من نحكي عن انسترومنت راح تكون تو ماتش وايد، يعني مو احنا راح نكون ستيك تو وان اور تو انسترومنت، يعني مثلا مو مثلا تاخذون انسترومنت مثلا سبون اكسكافيتر تعرفوها هي سبون اكسكافيتر اكسكافيشن اوف كاريز اور وات ايفر. هنا أنا هنا شركات تتنافس تطلع لك الكورد وتطلع لك هذا وتسوي لك مؤتمر ويقول لك هذا ماكو مثله وماكو غيره. بالنهاية انت يا هو اللي يكون اريح لك بالشغل تستخدمه. يعني احنا من كنا بالماستر كنا فترة الحصار ما كانت هذه موجودة الامور، هسه موجودة كل الامور اللي يكون easier. كنا نستخدم اش نمبر 6، اش نمبر 6 او سمول اكسكافيتر اي انسترومنت اشوفها تساعدني بالباكينج اوف ذا كورد انسايد ذا جراوند. هسه هنا أنا لا، يقول لك انه في انسترومنتس مثل فيشر باكينج انسترومنتس اللي هي تكون سبيشاليز تكون بها تو اندز، قسم منها يكون بها سليف، تشوفون هذا السليف حتى تكون كاري ذا ريتراكشن كورد، هذا شكل ريتراكشن كورد بعد ما تحطه انت بين التوث ستراكشر وبين الجينجيفال مارجنز. اوكي الانسترومنتس اللي هي فيشر باكينج انسترومنتس طبعا هذه راح تكون هي المينلي، من واحد يقول لك يا انسترومنت تستخدم للريتراكشن كورد تقول له ممكن تستخدم اش نمبر 6، لكن هو الانسترومنتس المينلي تو بي يوزد فور ذس بيربس نسميها فيشر باكينج انسترومنتس. طبعا هذه تكون فور ذا نيتد كورد بها ثين ايج اوكي وبها سيريشنز. اوكي هذه السيريشنز حتى تقدر شلون نقول انه تشلب بالكورد وتدفعه. اوكي من تكون سموث مو مثل تكون بيها فتن سيريشنز ومريد هيفي سيريشنز في نفس الوقت تمريد نسوي مور تروما تو ذا تيشو ادجيسنت تيشوز. اوكي فتكون بيها مثل الانسترومنت اللي يستخدموها بالكاتيك انسترومنت، اما تكون 45 ديجري تو ذا هاندل وممكن تكون 90 درجه. هذا 90 درجه من نسوي له باكينج لهذا النيتد تايب اوف كور 90 درجه بهالشكل، وبينما 45 تكون بزاويه مايله انت حسب السبيس وحسب ما ايدك ماخذه. جرب الاثنين يعني ما مشكله انه تستخدم هذا او هذا حسب انت ما تستخدمه، بس من يكون بيه فثن سيريشنز بيتر ذان سموث. اوكي فور هاندلنج او مثل ما قلت لكم يكون بيه فد سليف حتى يقعد بيه الكورد. طبعا هي هذه كلها تعتمد على انه انت ياه الاسهل لك، يعني بالنهايه انت لازم تعرفها كمحاضرات تمتحن بيها تعرف شنو الانواع الموجوده، وما راح ياثر اذا استخدمت ال 45 عن ال 90 ديجري. ما راح يجيك سؤال يقول لك هذا شنو فرق هذا عن هذا، لكن ممكن يجيك سؤال انه شنو الانسترومنتس مينلي اللي تستخدم اوصف لي اياها مثلا، وانت بهالحاله ما توصفها تقول ثين سيريشنز على مود بيتر هاندلنج ما يصير سليبج الكورد منها، فانت بعدين راح تحكي التفاصيل. لكن الديزاينز هذه الديزاينز هذه يعني اوبن ما نقدر انه نسويها كفر. اما الكيمو ميكانيكال ذا فيرست ثينج اللي هو يكون الكورد امبريجنيتد اوكي، وهذا يحتوي على فازو كونستركتور مينلي ادرينالين او السلفيت السلفات يمكن تنقلي. اوكي whatever the cord is soaked with hemostatic solution، وطبعا هذا يكون بيتر. ليش من اللي جاوبني يقول لي ليش يكون امبريجنيتد كيميكال اند ميكانيكال احسن من كنترول بليدنج؟ اذا بالحاله احنا 2-in-1 راح نسوي جنجابر فيزيكال بوشينج للجنجبا، يعني هو البريفيوس وان اللي هو البلين ريدكشن كورد او كرام بس راح نسوي له فيزيكال بوش اب، بينما هذا راح يكون ب هيموستاتيك سوليوشنز اللي هي مثل ما كان زميلكم راح تقلل بليدنج وهم يساعد مور شرينكج للجنجبا تشير. فاذا راح تكون 2-in-1 اما راح نسوي له فيزيكال ريدكشن اللي هو كور. اوكي وهمينا عزوينا chemical action. طبعا whether plain or impregnated the cord pushed physically through the putting the gingiva away from the finishing line. طبعا إذا كان be chemical action أو chemical material راح يسوي transit gingival ischemia واللي هي طبعا راح يسوي shrinkage the gingival tissue and control fluid seepage from the gingival sulcus. فإذا control fluid, stop bleeding, more shrinkage for the gingival tissue بالإضافة إلى
الفيزيكال بوشينج. Left in its place for 10 minutes, it should be dry filled, and then leaving the gingival tissue in expanding state. And finally, راح يصير عندك good space to inject the material around the finishing line. طبعا هذه الطريقة من يكون عندك sub gingival finishing line. طبعا انه انت مو بس يكفي انه تاخذ الامبريشن بس. انت تاخذ عادة الامبريشن بس نتكلم عن الامبريشن بالهيفي بودي. وبعدين create space for light body. وبعدين من الافضل انه تخلي سرنج يمكس. حتى لو سرنجة عادية. خلي بيها شوية من الماتيريال في sub injection. بالماتيريال بالسبيس اللي صار عندك after retraction. اوكي؟ لانه مرات ما تطلع عندك المارجنز. يعني اذا بس خليت اللايت بودي على هيفي بودي واخذت الامبريشن ما تطلع لك المارجنز. او تسويها وتشوف على ما تطلع لك المارجن بالحالة تعيد الامبريشن وتسوي انجكشن باي امبريشن سرنج. تكون لازم سريع وياك اسيستنت في حال قبل ماتيريال ما تصير ست خلي جزء منها بالسرنج جزء منها على التراي يسوي انجكشن على الستركتشر والباقي تخليه على الامبريشن مالتك وعلى التراي وتخليها. هذا ريتراكشن كورد. اوكي افتر ريموفال شوف شلون يكون الجنجيفال تيشو ريتراكتد فروم ذا توث سيرفيس. تشوفون واضحه هنا اهم شيء يصير عندك هذا الشيء كلير. يعني هذا الهدف اللي احنا من هذا الحكي كله هو هاي الصوره فينشينج لاين مالتي يكون سموث كونتينوس فروم وان سيرفيس تو انذر كلير اباوعه ابالك دكه موجوده ما بي ايريجولاريتيز ما بي هذا طبعا هذا بالسكشن مال توث بريبريشن لكن الصورة ده شجعنا نحكي لكم شلون تشوفوه. اوكي وهذا الريتراكشن اللي احنا سويناه. شوفوا شلون الجنجيفا تيشو كيب بوشينج اواي فروم ذا توث مارجن وبالنهايه راح يصير عندك الامبريشن ايديال امبريشن هيك المارجنز كلها تكون واضحه. شوفوا شلون واضحه وكونتينوس مثل ما عندك الفينشينج لاين مثل ما عندك الامبريشن. اذا صار عندك اي خلل بالمارجنز او مرات يصير تير هنا كلها هاي لازم ريبيتنس. فطبعا هي هاي شويه هي كلها كومبليكيتد كراون اند بريدج يعني بس هي خطوه مهمه لانه يعني انت شغلك كله يروح اذا انت عندك امبريشن ما مضبوطه او المارجنز وانت مشتغل حسب البرنسبل وخال الريتراكشن كورد وطالع عندك الفينشينج لاين فاهم شيء انه الامبريشن ايضا هم تكون مضبوطه. اوكي واضحه لحد الان اكو سؤال؟ بس بحاله الدبل كود انه انا اشيل دوخت انا هم دوخت لانه انا هم من السماد الجديد انا صار عندي قدر يعني هو الكورد الواحد بصراحه بالبويد بس اكيد اكو حالات يعني تحتاج بيها الدبل كورد. هو اللي يصير عندك هو شنو هو ديب سب جنجيفال بريبريشن اول شيء مور ديب اكثر من ال 0.5 ملم اللي حكينا عنه احتمال يكون 1 ملم بيلو ذا جنجيفال تيشو او الجنجيفال ترمينيشن يعني هذا الجنجيفال اين. فاللي راح يصير اذا خليت كورد واحد خلينا كورد واحد اوكي اللي راح يصير شنو راح يصير التيشو كلوزد. اوكي فمن يكون عندك deep subgingival preparation after removing of the cord the sulcus close will be closed not allowing the ingress of impression material in the subgingival area. شوف فعندك هذه المنطقة ما راح تتغطى هذا التيشو راح يكون closed in such a way that you might need two or double cord. ايش راح يصير عندك هنا ما. شوف طبعا هاي اول شيء قلنا بالdeep subgingival area عندك هنا صورة اوضح فتخلي double cord. It requires about 1 mm of intact tooth structure remain between the top of the initial cord and the preparation margin. يعني من تخلي أول cord هذا هنا لازم يكون 1 mm away from the margin حتى تخلي cord الثاني. Okay. فإذا هذا cord الأول راح يظل during impression. cord الثاني راح تعوفه 10 دقائق وتشيله. اوكي يعني during impression the cord first cord يبقى in its place. ليش؟ لان هو او اصلا هو 1 ملي away from the margin. اوكي فاذا في حاله انه انت عندك المارجنز مور ديب وراح تخلي only one cord راح يصير closed للجنجيفال تيشو بالحاله تحتاج الى double cord. الدبل كورد لازم تخليها بحيث من تخلي الكورد الاول هذا the small cord يكون 1 مليم away from the margin of the preparation. فإذا هو thin cord placed at the bottom of the gingival crevice left in its place during impression help to minimize the seepage during impression. يعني even the impression material is a seepage okay inside the
inside the periodontium. وفي نفس الوقت ال second cord placed on the top to achieve lateral tissue displacement. It should be removed immediately before impression making. Okay. فإذا عرفنا شو وقت الindication يكون very deep subgingival region يكون عندك 1 mm of intact tissue away from the first cord or initial cord. هذا thin cord يبقى in its place during impression. The second one should be removed and then taking the impression. Be careful. طبعا هذه كلش تكون critical لأنه أي force أنت اعتيادي راح تسوي force بال first initial cord. فأي extra pressure ممكن يسوي damage للepithelial attachment. Okay. طبعا هذا راح يكون ضد the principles ما دكتورة أيسر بالprevious lecture. هم يعلمكم تحمون البريدوشيا وهم أنا أعلمكم تهجمون البريدوشيا. لا بس هو انت من راح توصل الى هذه المرحله يحتاج لك الى السيرجيكال ميثود. يعني انا بصراحه ما مر علي، انا بدي اسوي لكم المحاضره وما يمر علي الدبل كور. يعني يمكن انا يعني صار لي فتره طويله ادرس، يعني اكثر شيء اوبراتيف وادرس، ما ادرس كراون. يمكن موجود التقنيه من 10 سنين بس ما مقضيه ولا مشتغليه ولا، فما اعرف هي صعوبه. يعني هي صعوبه انه تخلي كورد واحد، فاني تخلي دبل كورد على اصور اسوي جينجايفر ريموفال احسن للاكسس تيشو. على ثالث الكلتش ذكرناها عباره انه الكرود نفسه افضل مقطع. لا ما تقدر، ما تقدر. هسه شوف انت التقنيه تقول لك ثين كورد، والثين كورد شلون انت مثلا انت اذا عندك هذا السايز نفسه شلون تفرمه؟ ما تقدر. انت عندك هذا السبيس سمول سبيس اللي هو يكون تقريبا 1 مليم فروم ذا انتاكت تو سيرفيس. إذا جبت السايز الكبير راح تخفف طبعا، راح تسوي دامج. يعني يمكن نفس الكورد البسيط يعني أول، بس ممكن يعني نستخدم الكورد الطبيعي الثيكنس وهو مفرم عشان فايزرتين. مو أنت على هيجي ديب ما راح تقدرين تستخدمين الزيرو أو الثري زيرو تربل زيرو أو دبل زيرو، راح تستخدمين أكيد الوان أو تو. بس أنت الوان أو تو ما تقدرين تلفين مرتين بالنهاية، لازم تبغ أنتوا لا تعقدوا نفسكم. يعني أكو طرق بعد أسهل، لا أنتوا رح تأخذوها سلي ورا. ده هو ثين، ليش ما أفضل؟ ده هو ثين. أي؟ أنت سايز، أنت كريديت ولا سايز عندك هنا؟ أفضل مقطع مو أفضل مقطع مو بال، يعني واحد فوق الآخر، يعني vertical يكون. يعني هذا يعني من يفترض أن يكون واحد فوق الآخر مو واحد صف الآخر. يختلف إنه إحنا اختلافنا ما نتكلم إنه أنت عندك تو. خلينا نقول تو ديب، اوكي؟ الانيشال ديب يكون نارو ووايدر، فاول تالي انت لازم تختار ديفرنت سايزز اوف كور. ما بيها مجال، هي هاي تكنيك. يعني اللي سواها اكيد يعني مسوي لها تيستنج، لانه هنا يكون مور اتاتشمنت. يعني انت هنا الفري جنجيفا مور وايد، تقدر تخلي بيها سايز 1، سايز 2، سايز 0، بس اللي تحتها لازم دبل 0 تربل 0. لا ما تنفع، لازم يكون different. تشوف هنا واضحة ترى هاي الصورة هنا تتكلم. يعني هذا الكورد الأخضر والبربل، لا تقدر تخلي الأخضر الجرين مرتين؟ ما تقدر. اتشت انت هذا زين إذا قدرت تحشك هنا بالمنطقة كلش تكون thin وبدون ما تسوي دامج للإبيثيليال أتاتشمنت. بس هسه اكو طرق بعد أسهل. طبعا هذه الدبل كورد نستخدمها من يكون عندي impression for multiple prepared teeth, impression for compromised tissue. مثل ما قلت لك انت هذه من توصل الى هاي المرحلة احتمال انت تسوي جينجايفا كوركشن. اكو يعني هواي اطباء اسنان للاسف يعني بدون خبرة يشيلوها بالتربان، وانت بالنهاية راح اعلمك شلون تشيلها بالتربان، بس يكون ضمن البرنسبلز، مو بالنهاية نسوي تروما للجينجايفا tissue. وايضا يقلل الجينجايفال فلويد اكزوديتس. الادفانتج اللي هي هنا الفيرست كورد راح يقلل عندك التندنسي اوف ذا جينجايفال كاف تو ريكويل اند ديسبليس بارشلي سيت ان ذا سيت امبريشن، ويسوي كنترول للهيموراج اند اكزوديت، لذلك انه يبقى ان اتس بليس. واوفر ذا اوفركم ذا بروبلم اوف سالكس امبريشن تيرنج، لأنه دائما هناك من اللي احنا ليش شلنا
اللارجر وخلينا الأصغر حتى نحصل هذه الأمور. أول شيء نقلل الإكزوديت والهيموريج، وفي نفس الوقت إذا طلعت الإمبرشن هذه المنطقة اللي هي كل جديد راح يصير فيها الإمبرشن تيرين هذه المنطقة. Never pack dry cord نهائيا، ما تستخدم الدراي كورد في حالات اللي هي ممكن تجيك بعض البيشنتس عندهم هاي فلويدز وقسم منهم هو تشوفه دراي ماوث، فنهائيا تحاول تستخدم الدراي كورد لانه هو يكون ستيك بالكريفيكولار ايبيثيليوم وممكن يسوي تير للايبيثيليوم من الشيله. اوكي، فاذا احنا نحتاج الدراينس لكن في نفس الوقت ما نقدر نسوي اذا كان هو دراي نخلي even dry cord وبالنهاية يصير more dry stick من تجي تشيله هو يسوي tearing للإبيثيليوم more bleeding after removable unacceptable impression وليس less than ideal gingival response. طبعا احنا مثل ما قلنا gingival retraction cord هو most effective method، معظم الدنتست يستخدموها كنا نستخدمها، لكن اكو بعض الحالات او هي بشكل عام هي تكنيك سنسيتيف نوت ايزي ان موست اوف ذا تايم، مرات حتى من تخلي الريتراكشن كورد مرات السركس يختلف بروكسيمالي عن بكلي عن لنجولي، بس تشوفه يعني يدخل بكل سهوله بكلي لنجولي ما يدخل زين، شو راح تقدر تستخدم هذا الديفرنت سايزز، فيعني هي مرات هوايه عندك هوايه كومبليكيشنز من تشتغل بيها، يعني هي نوت ان ايزي تاسك، فاذا هي سنسيتيف تكنيك وتحتاج الى بروبر تيشو مانيبيوليشن، وفي نفس الوقت انت لازم تضمن الهيلث اوف الجينجيفال تيشو، وهذه الطريقه ممكن تسوي انجري للجينجيفال سيركولار ايبيثيليوم اسوشيتد وذ جينجيفال بليدنج. اوكي، ذات از ديفيكولت تو كنترول وين باكينج ذا كورد انتو ذا سالكاس، وهذا بالنهايه راح يسوي مور ديفيكولتي ان امبريشن تيكينج. اذا هذه الامور كلها صعبه عليك، إذا قدرت إن you can use it very easily use it. أنت بنيها راح تكون كل الأوبشنز قدامك، راح تحاول تستخدم، راح تحاول تستخدم الريتراكشن كورد. من فع عندك الريتراكشن كورد أو صارتك عندك مشاكل بعد حلت لك الشركات هذا شيء بيبيس، وطبعاً هذه لازم تحمدون ربكم من الصبح لليل على هذه الأمور لأنه هاي هواية تكون more easy. تكون ماتيريال أما تكون مثل هذه المادة اللي هي إيباكسيل، طبعاً أنا ما مستخدمتها بس أتوقع إنه هي more easily to be used just injection inside the sulcus انتهى الموضوع. وقسمها يسمون magic foam cord، هذا اللي يكون بهالشكل هذا magic foam، هذا هو عبارة عن paste and catalyst reaction lead to gas release وبالتالي راح يصير عندك fourfold volumetric expansion. أوكي، فطبعاً اوكي، فاذا في حاله انه تريد تستخدم another option وشفت انه البريفيوس تكنيك سنسيتيف فيري سنسيتيف وحبيت تستخدم مواد جديده وتشوف الايفكت مالتها، راح نستخدم هذه الريتراكشن بيست اللي هي مثل ما قلنا اما تكون اكس باسيل الاكس باسايل اللي هي طبعا هذه اسماء تجاريه، او الماجيك فوم كورد اللي هو تكون بها الشكل. الفوائد اللي راح يصير عندنا يكون بهم less discomfort more hemostasis، لكن في نفس الوقت راح يكون عندي less tissue displacement، وهذه أيضا another cordless retraction materials. إذا ال retraction يا إما يكون مثل ما قلنا mechanical يا إما يكون chemomechanical، يعني mechanical في medications وأكثر medication اللي تكون موجودة بها hemostasis أوكي حتى تقلل bleeding تقلل discomfort، ولكن ال disadvantage مالتها هي تكون less tissue displacement. أني وما عندي clinic، هذا باتري إز لومان من مالت حاسبتي كل خلصات اليوم whatever the material اي material اللي ذكرناها انت تريد، اهم شيء يكون اكو عندك isolation for the field
اوكي، لانه اذا عندك هذه ساليفيشن وتونك نهائيا هذه الماتيريال مرات ما تشتغل من تكون تاثر على الفيزيكال انتجريتي اوف الماتيريال، فما تشتغل اذا كان ما عندك دراي فيلد. فاذا ايزوليشن للاريا اللي تريد تسوي بها، سوي لها انجكشن اوكي ستارتنج فروم ذا ديبست اريا ات ذا انتر بروكسيمال اريا، ليف ذا ماتيريال فور 5 تو 10 مينتس اند ذن كلين ذا اريا اند تشيك ذا ريزلتس. طبعا راح تشيك الريزلتس، هنا سويت لها انجكشن، طبعا هذه كلش ايزير than the cord. راح الماتيريال قسم منها تنفش بهالشكل هذا اوكي، خالي لها خمره، وبعدين بعد ما تشيلها لازم تشيك انه صاير عندك التراكشن، تحتاج الى نسوي ابلكيشن فور ذا سكند تايم، لازم تشيك مو بس تعتمد على الماتيريال ذاتس ات اوكي، تشيك طالع عندك الريزلت تبين الجنجبه هيك مفتوحه والمارجنز كلها واضحه مثل البريفيوس بيكتشر اللي شوفتكم. يا شنو الفوائد اللي تحصلها؟ اذا شنو هي المضار مالتها؟ شنو الشغلة اللي هي not top؟ بس قلناها مرتين. less tissue displacement. لكن شنو الشغلات اللي هي positive؟ إن هي ما بيها trauma, not traumatic, not invasive tissue management, easy to be used, okay, وexcellent in hemostasis لأنه دائما تكون بيها medicaments فتساعدك إنه ما يصير عندك bleeding وما يأثر على the quality of the pressure material. هسه راح نجي على الموست خلينا نقول difficult type of retraction اللي هو surgical اللي هو radical or surgical mean، اللي هي نوع من انواع الجنجايفال كيوريتاج اللي هي تسويها انت بهذه المنطقة. من يكون عندك السب جنجايفال اكثر من الليفل الطبيعي اللي ممكن يشتغل به الريتراكشن كور، تحتاج الى جنجايفال كوركشنز. زين شو راح اسوي جنجايفال كوركشنز؟ من يكون ويا ما انت تسوي البريبريشن تقدر تاخذ بنفس الوقت تسوي كيوريتاج للانر ايبيثيليال لايننج اوف ذا جنجيفال ساركاس تو اكسبوز ذا فينيشينج لاين. يعني ويا ما انت تسوي البريبريشن تاخذ من هذا الجزء فقط اوكي في نفس الوقت، يعني تسوي هذا الديب شامفر فينيشينج لاين يكون دايمر، ففي نفس الوقت اللي انت تسوي كوركشن دائما داير الجنجيفال تيشو تقدر شويه شيء تسوي كيوريتاج للجنجيفال تيشو اوكي. فمثل ما قلنا بس هذا الجزء اللي يكون الانر بارت حتى تضمن انه يكون healthy gingival tissue. طبعا هناك كرايتيريا لهذه الطريقة اللي هي لازم ما يكون عندك bleeding on probing. طبعا هذه الطرق كلها لازم ما يكون عندك gingivitis اوكي، خليها ببالك يعني هي مو treatment for gingival problem. احنا دريد نسوي modality حتى نضمن انه healthy periodontium around our restoration اوكي، فهذا وظيفتنا لازم احنا نفهم بالضبط احنا ايش بدنا نسوي اوكي. فلازم من يكون عندك bleeding on probing شو تسوي بيتر؟ شو تسوي اذا عندك bleeding؟ لا هو جنجيفايتس او بريدنتايتس لسه على تسوي له ريفيرال. يعني من يكون شغلتك مو هي هذه وتشوف اكو bleeding واكو شغلات تحتاج الى another option opinions and another specialist تحوله يسوي له treatment for gingivitis، او ممكن تقول له ممكن انا اريد اسوي crown preparation فممكن انه انت تسوي لي فد method او modality gingivitis او treatment. طبعا هو دائما بالless invasive treatment يحاول ويا بسكيلينج polishing deep scaling whatever treatment approaches اللي يستخدمها. إذا gingival tissue أو periodontium صار healthy يحول لك إياه، وممكن تقول له يا باني راح أسوي crown and bridge وأحتاج إلى فد 1-2 مليم cutting from the gingival tissue، ففي الحالة هو راح يكون specialist. فلي تشتغل أنت شغلة إذا شفت عندك gingivitis not healthy periodontium لا تحاول تورط نفسك فيها أوكي، ومستحيل راح تكون specialist in two think in one time. ها؟
عيني بالبريه شغل على هذا. انت تسويها ترى انت اوريدي لازم تسويها. الامارات تجي كيس انت وين ما تشتغل صار عندك سب جنجافل في الشيء هذا. ها انه هو بالبيض نشيلها بالبيض نشيلها مو قلت لك من يكون مو هذه هذه هاي هاي الكرايتيريا من تكون موجوده احولها من ما تكون موجوده انت راح تسويها. انت لا تقول لاني ايش سويت لانه هو بالعياده ايش راح يسوي بس انت هلا هلا يعني ويكون عندك الدبث اوف ذا ساكاس اكثر من 3 مليم في هذه الحاله شو نسوي؟ نسوي ريفيرال. فهو البريودونتست هو راح يسوي المانجمنت مالته التريتمنت وممكن نكتب له توصيه بانه اني اسوي لي مثلا جنجيفكتومي اريد اسوي كراون مارجن هذا المارجن ما يخدمني. فانت تقدر انه تسويها لكن في حاله ما دام ارجع اقول لك هذا الريتراكشن كله من يكون عندك هيلثي بريدونشيوم او شويه سلايت تشينجز. بس من يكون مور تشينجز بس تخلي البروب يصير بليدنج لا نهائيا ما تقدر تشتغل انت هذا نوت هيلثي تشيو يعني تورط حالك تماما. اوكي لا خلص بعد كمان خلص كل خلص ما أدري شو قصة لا أكو هو شوف أخذه لا هو بعد أكو هذه هي ما بقى بس سلايدين يا الله زمن الحاسب صح غير الاسلوب والله خلينا نغير الاسلوب نسميها روتاري جنجافل كريتاج او جنجريد جنجتج جنجتج. اوكي هذه اللي هي وهي ما سوي preparation for the crown ال تسوي touch لل inner surface of the epithelium and remove it during the preparation. ف it is usually done on the same time along the finishing time. A portion of the succular epithelium is removed using torpedo diamond bear. اوكي لازم يكون عندك good water supply. اهم شيء good water supply انتبه على هذه الفقرة. اوكي وبعدين تستخدم retraction cord impregnated with aluminium chloride to control bleeding. طبعا هذه very sensitive poor tactile sense يعني مت poor tactile تعرفوها يعني انه ما تحس بيها يعني tactile sense وهذه واحدة من مشاكلها disadvantages لهذه التكنيك. وممكن ايضا ممكن تسوي damage للperiodontium. طبعا هذه more complicated methods اللي هي الكتروسيرجيكال method. تيجي يونت الكتروسيرجيكال بها different ends اللي يحب يطلع على هذه يفوت باليوتيوب يكتب الكتروسيرجيكال dentistry تطلع له محاضرة مع جامعة ميشيغان محاضرة قديمة بس if you are interested حتى شوف بعينك شلون يسوون removal للتشو يستخدمون كل هذه loops والcircle والdiamond يشيلون جزء جزء من الجنجيفا الانر سيرفيس اوف ذا جنجيفا ويسوون موداليتي للأبو يطلعوها هي وكانه انه مو كاتينج ايه وكاتينج وفي نفس الوقت كنترول للبليدنج. اوكي بس هذه التكنيك وهي ما طلع الليزر كلها صارت اولد يعني يحتاج لها التكنيك معقده ويحتاج لها مثل السيركوليشن انه تخلي قطع اقطاب موجب وسالب للبيشنت ويمر التيار الكهربائي فيه فشيء يعني معقد. بس هو يعني if you are interested to see انه ما يضر انه طلع على اليوتيوب وشوف المحاضره if you are interested. طبعا هذه همنا راح تفيدنا بانه راح يصير جنجافا تشو ريموفل from the area of the finishing line. اوكي انت راح تستسهلها وتستخدم البير وراح تسوي تروماتيك كات وراح يتعب عليك ابو البريو with controlling for the post surgical hemorrhage using a ketrosurgical unit. طبعا لازم تكون بها ketrosurgical unit اقطاب وفولتيه وامبير وفتشي يعني. اوكي كونترا انديكيتد ان جنجيفال انفلاميشن نرجع نقول من يكون هذه كلها المودريت جنجيفال بروبلمز من يكون عندك جنجيفال انفلاميشن اند بيريودنتال ديزيز زين بهالحاله راح تكون الجنجيفكتومي هي الحل. وإذا أنت ما تريد تدخل نفسك بهذه التعقيدات إنه تحول على أبو البريو وتقول له سوي لي جنجيفكتومي تو اكسبوز ذا مارجنز وتقدر تخلي طبعا تمبرر كرام هو راح يسوي كرام لا أنت مسوي لك كرام زين لا أخذ مقدم حتى يرجع لك البيشنت.
طبعا اهم شيء الكونترا انديكيشن تتبون هذه الاجهزه كلها اللي بيها اقطاب ما اقطاب لازم البيشنت ما عنده كاردييك بيس ميكر اوكي يعني عطب البيس ميكر بداخل قلبه اوكي فهذه الامور كلش ليش نقول دائما الكيس هيستوري دائما اخذ كيس هيستوري من البيشنت فاذا الانديكيشن مالته فور ماينور تيشو ريموفل بيفور تيكينج ذا امبريشن كل هاي قبل الامبريشن لا هذه مور كومبليكيتد واي تو بي اونست tuffing the inner epithelial lining of the gingival sulcus, improving the access to the subgingival margin. وفي نفس الوقت بيها طبعا هي يا اما بيها cut يستخدموها اهل الجراحه يا اما بيها cut يا اما بيها coagulate يعني بعد ما تقص اكو بيها حسب الانتنسيتي وهاي ديتاز مال التيار اللي بيطلع منها فاكو يقص اوكي واكو لا يسوي coagulation اوكي مثل ما قلت لك انه هذه ممكن كلها تستخدمها اللو كل جزء من الجنجايفال تيشيو تقدر تستخدم الهوانين فمثل ما قلنا انه هي كومبليكيتد واللي سهل الاستخدام بعدها هو استخدام السوفت تيشيو ليزر اللي سهل اي امور خصوصا هي الاجهزه كلش انه افوردبل وتقدر حتى تجيبها بالعياده تستخدمها بالسيرجري تستخدمها بالبيريودنتال ريموفال اوف ذا تيشيو تكون مور ايزي واي تو بي يوزد اوكي لكن هي تبقى هي expensive technique. The soft tissue laser have been introduced and can provide excellent adjunct to the tissue management before impression taking for gingival retraction. وأكثر most widely used NDF laser. طبعاً الأشياء البوزيتيف هاف تجيك شنو فوائد الليزر إنه أول شيء ما نحتاج إلى أنستيزيا. ثاني شيء يساوينا control للبليدينج. أوكي. وفي نفس الوقت يقلل البكتيريال infection. ويقلل الدمج to the surrounding tissue والwounds will be healed more faster and more easy regenerated فإذا هذه الطريقة اللي هي الأسرع والأسهل لكن راح تكلفك هواية هذه اللي راح تسويها بيش راح تحسب الكراون اليونت أو الكراون finally هذه منطقة أنا زرتها اسمها نيوكي اللي هي منطقة بيتش موجود على الأتلانتيك طبعا احنا ما رحنا لها هيك باي ذا واي رحنا لها هاي المنطقه طلعت هذه المنطقه هي اكثر منطقه يصير بها سيرفينج فان شاء الله تكون محظوظ وتروح وتسوي سيرفينج بس ما اصور راح تدبرها لان صعبه يتعلموها منهم مصاري ما تروح هناك تحس نفسك عجوز صراحه يعني انا اشوف الطفل ابو 5 سنين شايل البورد ماله وتشوف المره اللي عمرها 70 سنه شايله البورد مالتها وكلها تروح وهيك وكذا وانت خايف لا تجي الموجه عليك لان هنا هذا محيط الاطلسي فمن يصير بي تايد يروح أول النهار وبعدين تايد هاي تايد يرجع مد وجزر فمن يجي موجاته قوية بس الحلو بيه إذا تريد تتابع بالإنترنت تشوف السيرفينج بنيوكي اسمها نيوكي منطقة في موست ويست فروم إنجلاند نقطة على المحيط الأطلسي فبيها روعة روعة تجي يعني إن شاء الله الله يكتب لك وتروحون تقعدون هيك بس تتفرجون على الناس شلون تلعب ويا الامواج وهي هذه يعني اكثر بيتش يعني شيء شائع بالسيرفينج باوروبا فيجون من كل مكان من اوروبا يجون بس حتى يسوون سيرفينج هنا احنا نسوي مساحه تحت بس بتاع شكل ان شاء الله ان شاء الله ليش لا هذه يعني احنا ما تخوفنا ان شاء الله اني كويستشن واضحه